اسعار بقت صعبه. عايز اقول لكم سكر النهارده يعني بتروح تلاقي بتدور على سكر اكنك بتدور على يعني بتدور على ايه؟ بتدور على سكر. بقت في مشكله سكر الحر يعني 45 47 50 شيء مبالغ فيه. اما يبقى عندك النهارده كيلو سكر بتدور عليه ما تلاقيهوش، تروح مكان واتنين وتلاته واربعه عشان تلاقي كيلو سكر، ليه؟ ما كان كمان ده امر لابد لازم، وكان معانا دكتور ابراهيم عشماوي من كام يوم، امر لازم يا جماعه احنا داخلين على الموسم بعد اسبوعين موسم البنجر وغير وغير، لكن من هنا اسبوعين طب نعمل ايه؟ ليه يوصل 50 جنيه سعر الكيلو؟ ليه؟ في احتكار؟ في ناس بيخبوا؟ طبعا مش هنقعد ايوه في ناس بيخبوا، في ناس خدوا كميات بيخزنوها؟ ايوه طبعا. نبقى واضحين مع الناس، لانه في الاخر مواطن، المواطن قدامه ايه؟ انا عايز سكر، روح دور بقى. انا بقول لك روح دور، وانا اقدر اقول اسماء، تروح محل واتنين وتلاته واربعه عشان تلاقي كيلو سكر، مش بكلمك على كميه حتى. على فكره كل الانواع، مش نوع، كل الانواع، حتى لو بدور على سكر يعني صحي بتدوخ. معترفين بدولة مش معترفين؟ معترفين. عندي أزمة؟ عندي أزمة. عندي ناس بتخبي؟ عندي. عندي ناس بتخزن؟ عندي. سعره مبالغ فيه؟ طبعا. ده سعره الحقيقي؟ لا. يبقى في حاجة غلط، يبقى في حاجة غلط. هل عمرنا كيلو السكر ده كان ب 30 قرش زمان، وجنيه وجنيه وربع وثلاثة جنيه، ولما غلي يا خبر هو كيلو السكر يوصل كده؟ شوف انا بكلمك على قديمه يعني، بس قديمه كان الجنيه جنيه يعني، كان الجنيه جنيه. كنت تاخد مصروفك كده في المدرسة؟ اقول ايه والله والله حاجة يعني مش معقول. لكن بنتكلم على حقائق، مش بنتكلم على يعني حقائق، نبقى ما كل ما احنا عايشين يا جماعه، مش هنطلع نقول للناس كلام غير حقيقي، مش هنعملها ابدا. هناك مشكله في السكر. طيب احنا عارفين ان ده ممكن يحصل ازمه، ليه من بدري ما قدرناش نواجه ده؟ وفي ناس بيبعتوا لي رسائل طول الوقت قولوا لي يعني، قلت المبادرة كام يوم وبقت عظيمة جدا وطلعنا أشهدنا بيها أول يومين ثلاثة أربعة خمسة أسبوع، ثم بعد ذلك الدنيا اتغيرت. لسه يا جماعة لسه كام شهر على رمضان، ما حدش يقعد يربط كل حاجة برمضان، لسه بدري قوي وعيب. زاد مش عارف إيه زاد، حد يكلمك على السجاير، والحق علبة السجاير بقت النهارده بكام؟ كل شوية اسمع الحكاية دي كتير قوي. أنا راجل مش مدخن الحمد لله يعني. في ناس بيكلموني على أنواع سجاير 135 جنيه لعلبة. إيه ده؟ بكلمكم على بعض الحاجات يعني. سوق مواطن يشكو من ده، طبعا بيشكو، ولكن مواطن جميل، مواطن محترم. ليه مواطن محترم؟ دايما مواطن محترم، ودايما مواطن على حق. ليه؟ رغم كل ده المواطن بيعمل ايه؟ واقف مع بلده. رغم كل ده داعم للرئيس، رغم كل ده داعم لجيشه، رغم كل ده يقول لك الحمد لله في بلد آمنة مستقرة. نعمة الأمن دي مهمة قوي قوي، على نعمة الأمن. لا تيجي بقى تكلمنا على دول دول، بس لازم أقول لك حصل، ولازم في الآخر تبقى عارف اللي احنا كلنا عايشينه وشايفينه.
انك يبقى عندك بيتك وتقفل بابك بالدنيا كلها. طبعا مش هنقعد نحكي وايه، هو المشهد متشاف، المشهد متشاف رغم كل الظروف دي والتحديات دي والسوق السوداء اللي بنتكلم عليها والاسعار، لكن المواطن في الاخر ايه؟ مصر. دي عظمة الشعب المصري، عظمة الشعب المصري. ظروف صعبة وتحديات صعبة، ولكن ما بيقولش ابدا، عارف البلد شايفة ايه وبتواجه ايه، والظروف اللي احنا فيها صعبة جدا، بنواجه تحديات رهيبة جدا، تحديات كل مرة نطلع نقول غير مسبوقة، بس المرة دي فعلا غير مسبوقة.